عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق شهدت اليوم منطقة الجمهورية في مركز البصرة بحثا عن مطلوبين وأسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى جانب مستودعات الذخائر الحربية والمخدرات، وأغلقت القطاعات العسكرية التابعة لقيادة العمليات الطرق الرئيسة باستخدام الدروع، ونشرت العديد من نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة فيها لإحكام السيطرة عليها. أكو بعض النقاط أخوانا وجوكم بها، تفتيش العجلات بدقة والتأكيد على العجلات اللي ما بها عائدية، وأيضا تفتيش المنازل والبحث عن المطلوبين والبحث عن الأسلحة الغير مرخصة والبحث أيضا عن المخدرات. ووسعت قيادة عمليات البصرة العسكرية من رقعة حملتها الأمنية لتكون منطقة الجمهورية هي الثالثة بعد منطقتي التميمية وخمس ميل التي نفذت فيهما قبل أيام حملة تفتيش عن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومخازنها في داخل الأحياء السكنية، والهدف إخراجها ومعامل تصنيعها التي تهدد حياة الناس خارج المدن تنفيذا لأوامر القائد العام. لكن ماذا حصد الجيش بعد هذا التفتيش؟ بعد أن جاءت هذه القوات، أين هي الذخائر؟ أين هي الأعتدة؟ أين هم المطلوبين؟ أين هم المتجاوزين؟ أين هذا كله؟ ما حدث هي عملية استعراضية. نعم، دخلوا إلى مناطق ذات نفوذ وأرسل رسالة بأنكم لو ضغطتم أكثر، لو تماديتم أكثر، من الممكن أننا نسيطر على أسلحتكم. وبرغم ذلك تصاعدت بشكل كبير ردود الأفعال الشعبية المرحبة بالحملة الأمنية التي أتت وعلى ما يبدو لإعادة ضبط ميزان القوى بين الدولة والجهات التي تملك سلاحا خارج سيطرتها، وقد طالب المواطنون بتجديد الإجراءات لتحقيق مزيد من الاستقرار والقضاء على أي مظاهر لا تحترم القانون وأمن المجتمع. أكو فتحالات قاعد تصير، مثلاً مسائل القتيل، السرقة مثلاً. فمن نشوف هذا الوضع ونشوف الجيش ونشوف كثافة الشرطة بالمدينة وبداخل مناطقنا، إحنا نرتاح يعني. ولم تعلن بعد قيادة العمليات العسكرية عن نتائج حملتها التي لم تضع لها سقفاً زمنياً، وهي ما زالت مستمرة بانتخاب بعض المناطق في مركز المدينة وأخضاعها لتفتيش دقيق. أكثر من غاية كانت تتوخى حملات الدهم والتفتيش عن الأسلحة والمطلوبين هنا، لعل في مقدمتها إظهار قوة الدولة وقدرتها على بسط الأمن والأمان في مدينة تتقاذفها الصراعات السياسية والعشائرية. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.